هذه تدبير الصنعة سفيفة البي اللي تستعمل في الخياطة، اللي بغاها من نفس لون الكتان أو كتان مغاير. احنا استعملنا هذا الكتان، يتبعنا في الفيديو راح يستفيد منه إن شاء الله. سفيفة البي اللي معروفة في الخياطة بهذا الشكل، إن شاء الله تنال إعجابكم وتستفيدوا منها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورجعنا معكم مرة أخرى بفيديو جديد. اليوم مع فكرة جديدة، اللي بغى يخيط وما عندوش السفيفة، أو بغى السفيفة من نفس لون الكتان أو من نفس الألوان اللي تكون في الكتان. أول خطوة باش نخدمو سفيفة البي، نجيبو الكتان قبل لا فصلناه، نفتحوه كيما هاك. لازم تكون جهة متساوية. نجيبو الكتان نفتحوه كيما هاك، ونقصو بالمقص بقدر بهاد الكيفية قبل لا فصلنا. لازم يكون مقاس واحد حساب السفيفة اللي تكفينا، وبعدين نمشو هنا. دايما لازم يكون الشق باليد ماشي بالمقص، لازم نشقوه باليد بهاد الكيفية باش يجي خط متساوي. بسم الله. قصيناه بهذا الشكل، هذا هو الشريط اللي تحصلنا عليه، راح نخدمه به سفيفة البي، او في الامكان اي كتان اخر بغيت تستعمله دير به هذه السفيفة. راح نكوها بهذه الجهة الاولى حتى نكملوها، بعدين نكو الجهة الثانية بهذا الشكل. بسم الله. نكوي الجهة الأولى بعدين الجهة الثانية بهذا الشكل. ودائما باش تجيك ناجحة لازم تشقها ما تقصهاش بالمقص، تشقها هكذا حتى يكون هنا. راني كويت الجهة الأولى بهذا الشكل، كلها كملتها بهذا الشكل. ننتقل للجهة الثانية بهذا الشكل. بسم الله. نطويها بعدين نكويها كلها. بسم الله. نكويها بهذا الشكل كما قلنا حتى نكملوا كيها كلها، ونتحصلوا على سفيفة البي اللي نديروها بالخياطة، وانت تتحكم في هذا، في بغيتها غليظه ولا بغيتها رقيقه ديرها انت على حسب اللي باغي. كما قلنا في إمكان الواحد يستعمل أي لون، حتى لو كان لون مغاير لهذا اللون اللي راح تخيط به، حتى يكون باش يكون بارز، أو اللي بغى نفس اللون من نفس الكتان راح تساعده هذه الطريقة كثيرا. انه يدير سفيفة البي اللي مطلوبة كثيرا في الخياطة، تكون مناسبة وما هيش حارة حتى انها.
قوم تثبيتها مليح بالكي. بهذا الشكل نثبتوها بالكي مليح. هذا هو الشكل النهائي. كما قلنا انت تتحكم في بغيتها غليظة ديرها غليظة، بغيتها رقيقة أرق منها بهذا الشكل ديرها أرق من هذا الشكل. وهنا نكون تحصلنا على سفيفة البي اللي راي معروفة تستعمل في الخياطة. جيت خيط راي معروفة كيما بهذا الشكل، تكون من نفس الكتان اللي راح تدير به الخياطة بهذا الشكل، تكون من نفس الكتان. سفيفة عادية، سفيفة البي اللي راي معروفة هذه هي. ان شاء الله يكون نال اعجابكم هذا الفيديو وتستفيدوا منه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.